عاجل جدا، إثيوبيا تهاجم مصر وتركيا أيضا تهاجم مصر بتصريح خطير، ننشر لحضراتكم التفاصيل ورسالة قوية من الرئيس السيسي ضد سد النهضة اليوم، وضربة كبرى مصرية ضد متهمين في حادث قطار طوخ، والتعاون المصري الروسي الكبير، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد سيدة، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. في البداية كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. أول خبر معانا عاجل جدا، إثيوبيا تهاجم مصر. هاجمت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل من مصر والسودان، متهمة مصر والسودان برفض تقديم تنازلات وخوض مفاوضات بحسن النية حول حل أزمة سد النهضة الإثيوبي. هنا نجد حسب البيان الصادر من إثيوبيا لمجلس الأمن أنه يعني كده إثيوبيا بتهزر مع مصر والسودان، أو بتستهزأ بمعنى أصح، يعني انها تقول ان مصر والسودان هي اللي بتتعنت في المفاوضات، يبقى كده بتستهزأ بالدولتين مصر والسودان، وهذا الامر لا يجب السكوت عليه ابدا. نتابع تفاصيل البيان. ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي في الرسالة التي تم ارسالها يوم 16 ابريل مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية حول ملء سد النهضة وتشغيله واحترام العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. نجد أيضا هنا استهزاء من إثيوبيا ومن مسؤوليها في هذه الرسالة الموجهة لمجلس الأمن. وإثيوبيا اعتبرت أن مصر والسودان لا يخوضان مفاوضات بحسن النية، وهما غير مستعدين لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق نتيجة لا خاسر فيها، متهمة مصر والسودان بتفضيل تقويض المفاوضات وتدويل القضية من أجل ممارسة ضغط غير مبرر على إثيوبيا. وزير الخارجية الإثيوبي أكد وقال الالتزام الراسخ لإثيوبيا بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، طبعا التزام بتعنت وأسلوب يعني متعنت شديد، إثيوبيا هتشيل مشاريبه في النهاية. ووزير الخارجية الإثيوبي قال ووزير الخارجية الإثيوبي يوجه شكر الجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لدورهم في جهود تسوية القضية، وأشار إلى رفض مصر والسودان مقترح إثيوبيا لتبادل المعطيات بين الدول الثلاثة قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، وشدد على أن إثيوبيا لا يمكنها إبرام اتفاق سيحرمها من حقوقها القانونية الآن ومستقبلا في استخدام النيل. وقال إن أي محاولة لممارسة الضغوط على إثيوبيا وتهميش العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي سيؤدي إلى تقويض أكبر للثقة بين الدول الثلاثة. وجاءت هذه الرسالة وسط استمرار أزمة حادة حول ملف سد النهضة تحمل فيها مصر والسودان إثيوبيا المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن وتشغيل سد النهضة. أنا أرى من وجهة نظري الشخصية البسيطة أن يعني إعلان إثيوبيا أو بيانها ده يعني صورة من صور التعنت الإثيوبي والاستهزاء ببيانات مصر والسودان وبالتوجه المصري السوداني لمجلس الأمن. هذا الأمر خطير، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. يلا ندخل على الخبر التالي، نشوف خبر آخر معانا ورسالة قوية من الرئيس السيسي ضد سد النهضة اليوم، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وزير الخارجية المصري سلم رئيس جمهورية جنوب إفريقيا رسالة من الرئيس السيسي بخصوص تطورات سد النهضة في إثيوبيا، وجاء ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها سامح شكري لعدد من الدول الإفريقية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن الرسالة التي سلمها الوزير شكري تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر تجاه هذه القضية،
لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب إفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي. وأحمد حافظ أشار إلى أن وزير الخارجية كان يعني بيقدر الجهود التي بذلتها جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقي. وفي إطار الحديث عن موضوعات هذه الزيارة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري استعرض أيضا خلال اللقاء ما خلصت إليه لاجتماعات كينشاسا الأخيرة، وشدد على أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالح الدول الثلاثة ويحفظ حقوقها، حيث أنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي. اللقاء اللي كان بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس وزراء جنوب إفريقيا تناول العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا، وأن وزير الخارجية أكد أن الإرادة المصرية هادفة لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا في شتى مجالات التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات من تنسيق وثيق بين الرئيس السيسي وشقيقه الرئيس راموفوزا اللي هو رئيس جنوب إفريقيا، سواء على الصعيد الثنائي أو القاري في مختلف القضايا الملحة المطروحة. المصدر معانا كان من RT، ويعني في دلوقتي تحرك مصري كبير لعدد من الدول الإفريقية عشان يوروا الدول الإفريقية دي مدى التعنت الإثيوبي وما وصل إليه طريق المفاوضات إلى طريق مسدود بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بسبب إثيوبيا بالطبع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا، تركيا أيضا تهاجم مصر بتصريح خطير. ووزير الخارجية التركي اللي اسمه مولود شاووش أغلو أكد أن تركيا لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وشاووش أغلو اللي هو وزير الخارجية قال خلال مقابلة مع قناة اسمها خبر ترك ردا على سؤال حول موقف تركيا من الإخوان المسلمين، قال إن علاقات تركيا الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، وشدد على أن المشكلة مع مصر مقتصرة فقط على ما تعتبره أنقرة انقلابا في مصر. وشاووش أغلو قال إن تركيا تعارض تصنيف مصر لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وأشار إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية. ويأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا، والتي تشهد أزمة سياسية منذ عام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية. والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالات دبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية الخائنة بتخفيف النبرة تجاه مصر. المصدر معانا كان من رويترز وبعض الوكالات. ويعني أنا ردي كمواطن مصري على مولود شاووش أغلو، تركيا تعتبر الأكراد جماعات إرهابية، ونحن نعتبر أن جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، فيجب احترام سيادة مصر وقرار مصر، لأن يعني هذا الأمر يخص مصر، فمش من حقك أنك تتدخل في شؤون لا تعنيك وتسبب لك الحرج. يعني دي وجهة نظري البسيطة تجاه هذه القضية. تركيا ملهاش الحق أنها تتكلم على شيء زي ده لأنه يخص مصر، إلا لو هي بتدعمهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبتبعت ميليشيات وتعمل تحالفات مع أحزاب لإسقاط بعض الدول العربية. هذا الأمر يعني أترك لحضراتكم التعليق عليه، وعاوز أعرف برضو رأي حضراتكم تجاه هذه القضية. خبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد سيدة، ننشر لكم الآن التفاصيل. استولت سيدة مصرية تدعى أم عبدو في قرية الباجور بمحافظة المنوفية على نصف مليار جنيه من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، أوهمت أم عبده المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة المكاسب لهم. وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة. وقالت مستريحة المنوفية كما أطلق عليها الإعلام المصري إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل ل10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا خاصة مع هامش الربح الكبير، وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة جموعها من أقاربهم لتوظيفها، حيث تم نشر يعني أخبار عن استيلائها على مبلغ 500 مليون جنيه، مبلغ ضخم جدا وكبير. وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها. المصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني احنا بقينا نشوف نصابين يعني كتار جدا في البلد، والامر ده طبعا يعني خطير جدا. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر اخر معانا. وضربة كبرى مصرية ضد متهمين في حادث قطار توخ. امرت النيابة العامة المصرية بحبس 23 متهما في حادث قطار توخ الذي وقع الاحد الماضي في محافظة القليوبية، وأدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة 139. وفي التفاصيل، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحبس كل من قائد القطار ومساعده وأحد العمال وملاحظ صيانة السكك الحديد بالمنطقة حيث وقع الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندس ميكانيكا، ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين في محطة مصر. كما أمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة سكك الحديد بمنطقة الحادث ومهندس بورش أبو غاطس، وأشار إلى أن قرار حبس هؤلاء جاء لتسبب بعضهم خطأ في قتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949، حيث كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية. وأمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات إذا سدد الأول ضمانا ماليا قدره 100,000 جنيه، وسدد الثاني ضمانا ماليا قدره 50,000 جنيه، وإلا يستمر حبسهما. المصدر معانا كان من RT. يعني أنا أرى أن النيابة العامة المصرية بتتحرك بشكل كبير وملحوظ لضبط المتهمين في هذا الحادث اللي راح ضحاياهم 23 شخص. ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة ويصبر أهلهم إن شاء الله. ربنا يشفي المصابين ويعني يرجعهم إن شاء الله لحياتهم الطبيعية، اللهم أمين. ننتقل لخبر آخر معانا. والتعاون المصري الروسي الكبير وعودة رحلات الطيران. أكدت السفارة المصرية في روسيا اقتراب استئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة. ووفقا لمنظمي الرحلات الروسية 45% من حجوزات الروس لعطلة مايو ذهب لصالح مصر، ثم الإمارات 29% والمالديف 17% وروسيا 9%. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل موغدانوف قد أعلن أن استئناف رحلات الطيران العارض تشارتر من روسيا إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر سيتم قريبا. المصدر معانا كان من نوفوستي، وإن شاء الله نتمنى عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل يعني زي ما كان عليه. وأترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله اللي جاي أفضل، وأنا واثق تماما وخلي عندك ثقة في بلدك إنها تحل قضية سد النهضة يعني بشتى الطرق وبطرق يعني ممكن احنا كناس بسيطة ما ندركش الطرق التي سيتم بها انهاء هذا الملف. ان شاء الله اطمنوا وانا مطمن موضوع سد النهضة، ويعني زي ما بيقولوا كده حط في بطنك بطيخة صيفي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.